تحت شعار شبابنا أقوى من المخدرات، شهدت محافظة مطروح ختام فعاليات معسكر تنمية شباب العمل التطوعي للجامعات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار تنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات. 150 شاب كان موجود معنا من جامعة حلوان من خلال معسكر أقيم لهم على أرض محافظة مطروح تحت رعاية وزارة التضامن، دعم تطوعي وعمل ثقافي وتوعية إن هو إزاي يساعد أهله والناس اللي حواليه وصحابه وزمايله المجتمع المحيط به في كلية في أي مكان أصدقائه، إن هو إزاي يوعيهم وإزاي إن إحنا نخليهم يتجنبوا الوقوع في خطر المخدرات. إحنا على مدار الخمسة أيام الماضية كان عندنا معسكر مهم جدا لتدريب 150 شاب متطوع معانا بينضموا كسفراء لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. إحنا عدد الشباب الواصل في التطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 32 ألف شاب متطوع. المدمن مش وحش، بس هو مش في سكة مش بتاعته، أو من الأول أو من الآخر مش في صحبة سوء، بيئة محيطة بيه ما كانتش كويسة، حاجات كتير هي اللي خلته يوصل لكده، فاحنا بإيدينا إن احنا نساعده. اتعلمنا هنا خلال المعسكر في 6 أيام، اتعلمنا إزاي نتعامل مع المشكلات، إزاي يعني يكون فينا تواصل واتصال، وكل ده إزاي نقدر نوظفه في خدمة المجتمع، وإزاي برضه نتعامل مع المدمن بشكل أو يعني بشكل أوضح أو بشكل كويس فيما بعد، بحيث إن هو يكون يعني أنت تكون عندك خبرة كافية في إنك تتعامل مع المدمن بعد ما تخرج من المعسكر ده. تكريم 100 متعاف جديد من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمطروح جاء بعد انتهاء البرنامج العلاجي من خلال تفعيل خطة لدمجهم في المجتمع وسوق العمل. بنعلمه هنا بالعلاج بالعمل، بنعلمه ازاي النجارة بيتعمل ازاي مبدئيا كده، حاجات مكتب ترابيزة، يعمل صيانة برضو المركز هنا، حاجات بنعيد منتجاتها تاني، بنشرح مثلا على السبورة وحاجات زي كده بالأكاديمية، انه ازاي تفصيل الحاجة مقاسات الحاجة، بحيث انه يطلع من هنا يعني متعالج ومتعافي ان شاء الله. هم هنا بيعدلوا السلوك الإدماني، بيجيبوه من الجذور بتاعته لحد ما يفصلوا خالص. فترة 70 يوم دول بيأهلوني ان لما اطلع بره في الشارع اغير السلوك الإدماني، يعني في حاجات انا كنت بعملها دلوقتي انا ما ينفعش اعملها. العمل على تقديم الدعم للمتعافين في مرحلة ما بعد العلاج متمثلا في التأهيل النفسي وتوفير ورق